أهالي برزة في دمشق يعلنون تعليق اتفاق الخروج من الحي مع نظام الأسد. ما هي الرسالة التي أراد الظواهري توجيهها للجولاني وهل يمتثل الأخير لها؟ الصليب الأحمر يحذر المدنيون يواجهون خيارات قاسية في الموصل. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري ومن دمشق تحديدا، حيث أعلن المجلس المحلي في حي برزة تعليق لجنة المفاوضات اتفاق الخروج من الحي مع قوات الأسد لعدم تنفيذها بند إطلاق سراح المعتقلين. وأوضح أحد أعضاء المجلس أن أحد بنود الاتفاق يقضي بإخراج دفعة من معتقلي الحي بينهم نساء بعد خروج الدفعة الأولى من المهجرين، إلا أن نظام الأسد لم ينفذه، وأكد أن المفاوضات ستتوقف حتى إخراج المعتقلين. إلى ذلك تستمر عملية تهجير أهالي حي الوعر بشكل فاضح أسبوعيا، إذ بدأت عملية إجلاء الدفعة التاسعة من المهجرين قسرا من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي، لتبقى دفعة عاشرة وأخيرة بانتظار إخراجها من مدينة حمص خلال مدة أقصاها أسبوع. إلى التفاصيل. وداعا يا عروس المدائن، كلمات خطها أهالي حي الوعر في مدينة حمص قبل خروجهم من أرضهم التي أبعدوا عنها قسرا. 9 دفعات من المهجرين خرجت باتجاه ريفي إدلب وحلب تحمل آلاف العائلات التي تركت أرضها بعد حصار فرضه نظام الأسد والميليشيات المساندة على الحي لسنوات. 10 دفعات من المهجرين استكمل منها 9 خرجوا تباعا عبر حافلات أقلت آلاف الحمصيين، أكبرها الأخيرة التي ضمت نحو 2500 شخص ضمن 650 عائلة، يضاف إليهم نحو 200 آخرين نقلوا إلى مخيم زغرة قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي. آلاف هجروا منذ الاتفاق الذي أبرم بين المعارضة المسلحة ونظام الأسد وبدأ تطبيقه في 18 من آذار مارس الماضي. استقرت 7 دفعات للمهجرين قرب جرابلس واثنتان قصدتا ريف إدلب، إلى أن تنتهي عملية التهجير الكاملة قبل 18 من الشهر الجاري، ليخضع بعدها الحي لسلطة الشرطة العسكرية الروسية ونظام الأسد. عملية التهجير هذه ليست الأولى في سوريا التي دأب الأسد على تغيير نسيجها السكاني، إلا أنها كانت الأضخم والأخطر بحسب ما تراه المعارضة السياسية. فمنذ خروج الثوار من الأحياء القديمة وبابا عمرو بداية الثورة، حصر الأسد معارضيه داخل مساحة جغرافية ضيقة وفرض عليهم سياسة الحصار والتجويع لإجبارهم على الانسحاب إلى الريف الشمالي حيث حمم القذائف اليومية التي تنهال على المدنيين. انتهاكات كثيرة مارسها الأسد ضد هذا الحي الصغير، إذ وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتل المئات من المدنيين وارتكاب النظام أكثر من 10 مجازر، إضافة إلى توثيق ما لا يقل عن 31 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية واعتقال نحو 650 شخصا بشكل تعسفي. أجبر أهالي الحي على الرضوخ لشروط النظام قبل أن يفتك بهم، كما حصل في المعظمية وداريا وغيرها من المناطق الاستراتيجية التي يسعى الأسد لطرد سكانها وجلب ميليشيات موالية له بهدف التوطين. مئات ممن تبقى في حي الوعر بانتظار الخروج الأخير، بينما عشرات الآلاف من أبنائه أصبحوا مهجرين في الخيام داخل سوريا وخارجها. فهل بخروجهم يكون الأسد قد أتم مخططه في حمص كاملا؟ أم أنه لا يزال يسعى لفرض المزيد من عمليات التغيير السكاني في وسط سوريا لإرضاء داعميه؟ وإلى إدلب، حيث كثير من الأسر أجبرت على النزوح من مناطقها في ريف دمشق ضمن اتفاقات فرضتها قوات الأسد لإخلاء هذه المناطق من سكانها. آلاف الأسر غادرت منازلها مكرهة، وفي مدينة إدلب اختارت أسرة أم شادي العيش بعد نزوحها من دارية، حيث تعاني الأسرة ظروفا صحية واقتصادية صعبة. نتابع. في هذه المدرسة تعيش نحو 50 عائلة هجرت من منازلها في بلدات مدن ريف دمشق إلى محافظة إدلب. شادي ووالدته وإخوته أجبروا على النزوح عن مدينتهم دارية حيث تعاني العائلة ظروفا صعبة. حصرنا وطلعنا من دارية على زاكية،
بذاك لا كان في علاج ولا في مشافة وحصار نفس الشيء. رد طلعونا من دارية على إدلب، طلعنا على إدلب وأبي له 5 سنين معتقل. وهنا شفت مشفى معالج أختي وأنا ما في غير المعين إله، وأختي بدها صور وبدها دواء وبدها تحاليل وبدها علاج، وعندي أخ أكل ضرب على راسه جوا بالغرفة، ضربوه بالمجزر الدارية، ما في غير معين للأسرة، ما في غير معين لأهله. يحاول شادي بذل جهده للبحث عن فرصة عمل كي يتمكن من تأمين الطعام والدواء لعائلته، إذ يحتاج أشقاؤه إلى الدواء بشكل دائم ليبقوا على قيد الحياة. سجى شقيقة شادي أصيبت بشلل بعد استهداف منزلها بصاروخ من قبل القوات التابعة لنظام الأسد، لم يعد بمقدورها متابعة حياتها بشكل طبيعي ومساعدة عائلتها. دارية من البلد، من وقت ما كنا بالبلد بسبب القصف واحد البيت علينا، كنا قاعدين بالبيت أنا وأخواتي، كلنا هربوا وطلعوا إلا أنا ما قدرت أطلع. قام حملني أخي لحتى أسعفني، حطني بالأبو وهو حملني على الطريق لحتى يحطني بالأبو، وقع صاروخ قدامنا، دهور صحتي بالأكتاف، تعبت صحتي كتير وأعصابي كلياتها انهارت. طلعنا من دارية على الغوطة الغربية بالشام، ضمن الشام كمان نفس الشيء، لا في علاج لا في حكمة. تقوم الوالدة بإعداد وجبة طعام لعائلتها، حتى في الأعمال المنزلية لا يتوانى شادي عن مساعدة والدته التي عانت الكثير. بتمنى أرجع على دارية، بتمنى الله يعافي لي أولادي ويطلع جوزي من المعتقل، بتمنى إنه يتعمر بلدنا ويرجع كل شيء مثل ما هو يتصلح ويرجع الوضع مثل ما كان، واجتمع بإخواتي وبأهلي والله يفرجها بجاه النبي. كل هذه المعاناة إلا أن الأمل وحده من يبقي أم شادي صامدة، حيث تأمل أن يفرج عن زوجها قريبا من سجون نظام الأسد، وأن يشفى أبناؤها ويعودوا جميعا إلى بيتهم في دارية. إذن تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في محافظة إدلب وريفها في ظل هدنة خفض التوتر في سوريا. التفاصيل مشاهدينا في التقرير التالي. الأسواق المزدحمة والشوارع المليئة بالحيوية هو المشهد الذي يسود مدينة إدلب وريفها اليوم بعد هدنة خفض التوتر التي تشمل 4 مناطق، ومع غياب أصوات الطائرات ودوي صفارات الإنذار اللتين كانتا تسببان الرعب للأهالي التائقين لحياة كريمة فيها القليل من الأمان. نحن كنا بوضع مأساوي بشكل غريب، يعني الطيران كان هالكنا للأخير يعني، والحمد لله بعد ما وقف الطيران هلا رجعنا نفتح محلاتنا وعم نشتغل ومترزق الله ومن طعم ولاداتنا. في سوق الخضار بمدينة معرة النعمان يعود أبو حسين إلى عمله ومصدر رزقه والابتسامة مرسومة على شفاهه، فلقد دمرت الطائرات معظم المحال التجارية في هذا السوق وقتلت بعض الباعة فيما سبق، لكن الإرادة والإصرار على العيش دفعت أبا حسين لإعادة ترميم دكانه. أنا محلي هذا انضرب من الطيران، بعد ما انضرب من الطيران صلحناه ورجعنا فتحناه، وشايف أنت شوفت عينك عم نشتغل فيه والحمد لله رب العالمين. وسوق هو اللي معرة انضرب 6 مرات، اتدمر السوق بالكامل والعالم ردت فتحت دكاكينها وصارت تشتغل، وعلى هدية هالطيران وعلى الهدنة اللي صارت الحمد لله والعالم صارت يعني تنزل على الأسواق تشتري وتبيع والحمد لله رب العالمين. كحال الكثيرين ومنهم أبو هشام الذي عاد إلى السوق المهجور أيضا متخذا من هذه البسطة الصغيرة مصدر رزق مقبول، عوضا عن دكانه الذي دمرته طائرات النظام الحربية. الحمد لله أنا هالبسطة هاي بسطة فروج صغيرة فتحتها بعد السوق ما سدف شي 4-5 مرات الطيران، وبعد العالم ما رجعت فتحت الحمد لله كلنا رجعنا فتحنا واشتغلنا الحمد لله رب العالمين. بعد ما ارتحنا من الطيران والقصف الحمد لله رب العالمين، العالم رجعت على السوق الحمد لله ونزلت تشتغل وتشتري، وفي دكاكين حتى كان تسكر رجعوا فتحهم اول جديد، يعني الحمد لله في دقيقه صار لها 5 سنين مسكره هذا رجعت فتحت.
شكل آخر ومغاير للحياة التي اعتادها سكان محافظة إدلب. فبالرغم من كثرة الجروح والمآسي التي أصابتها، تغالب إدلب آلامها لتقول أن جراحها خفيفة وسطحية وأن باستطاعتها النهوض متى ما توقف القتل والتدمير. لأخبار الآن، معاذ الشامي، ريف إدلب. دبلوماسيا، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا على كبح جماح بشار الأسد وحليفته إيران. وخلال لقائه في البيت الأبيض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد ترامب على ضرورة وقف القتل في سوريا. من جانبه أعلن لافروف أن موسكو وواشنطن ستعززان التنسيق لتنفيذ اتفاق التهدئة في سوريا. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. إلى العراق، حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نحو 450 ألف مدني محاصرون في المدينة القديمة في الموصل جراء الاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومسلحي داعش. وقالت اللجنة إن المدنيين يواجهون خيارات قاسية للغاية مع نفاد الغذاء والماء. وذكر نائب مدير اللجنة في الشرق الأوسط باتريك هاملتون أن الرضع وكبار السن خصوصا ضعفاء للغاية ويواجهون خطر الموت. في المقابل، فرضت القوات الأمنية العراقية المشتركة حصارا على مقاتلي داعش المتحصنين في حي 17 تموز شمال غرب مدينة الموصل بعد أن حررت معظم المناطق الواقعة في الهرمات. ويحاول أفراد التنظيم الاحتفاظ بهذا الحي بسبب ما وصفوها بموقعة الثبات، ولأن هذا الحي هو بداية الطريق الفعلي للمعارك المقبلة في الأزقة الضيقة باتجاه جامع النوري الكبير في الموصل القديمة. مشاهدينا، مراسلنا وسام يوسف رافق القوات العراقية وعد لنا التقرير التالي. المعارك تسير بشكل جيد، هذا هو الموقف المعلن من قبل القيادات العسكرية العراقية حول معاركها الأخيرة في الشمال الغربي من الموصل. أما المقاتلون العراقيون على الأرض فيخوضون اشتباكات قريبة مع مقاتلي داعش، وآثار قتال عنيف دار هنا في حي الهرمات حيث المنازل خالية تماما من السكان. وصادفنا أثناء وجودنا عددا منهم يتجهون نحونا. والله احنا في عشبات رايحين شراي بيضا، شفنا الأخوة أهل الجيش القوات الأمنية أشرنا لهم قالنا تعالوا، طلعنا ركض وقاموا يضربونا دواعش بس على برنا. هاي بنتي دعيه 9 اشهر، والله على المشويه شمت الريح، جانا هاي اسبوع هيك قامت تعكف اصابعها، قامت تعكف اصابعها ما نامت والله. الحمد لله الحمد لله، الله يديمك الله يديمك. مقاتلو داعش باتوا يعانون بعد خساراتهم المتكرره، والطوق الذي احكمته القوات العراقيه حول مناطق تواجدهم قطع اي امداد عنهم سواء البشري او التسليحي، خاصه بعد أن حررت القوات العراقية أغلب معامل صنع وتطوير الأسلحة التابعة لهم، كما استولت على الكثير منها كهذه القاذفة المطورة من قبلهم. هذا هنا هذا المسمار، أي شيء يصطدم به ينفجر. هاي شغلة ما يستخدمون لها الطلق الحي، لأن الطلق الحي يصطدم هنا ينفجر، فيفجر السلاح ويفجر الشخص اللي يرمي بالسلاح. يستخدمون له الظرف الفارغ اللي هو مثلا خلينا نقول سبحان الله اللي يخلل، بس هذا بس مجرد انه بيه غاز يتفعل القنبرة. هذا تصنيعه وتصنيع الدواعش، تصنيعهم هم وشغلهم هم، احنا يعني استولينا عليه فهسه قمنا نرد بيه عليهم. القوات العراقية بعد تحرير اي منطقة تبدأ بفتح الطرق وتأمينها وإزالة الأنقاض التي تخلفها المعارك، إضافة إلى غلق الطرق بسواتير ترابية لمنع وصول مفخخات مقاتلي داعش. داعش يسمون هاي المنطقة منطقة الثبات، وإن شاء الله منطقة الثبات لا تحصي على فرقة الرد السريع مثل ما دمرنا خط الصد المتواجد على الهرمات الثانية. كانت كتيبة خاصة مخلين هنا على هذا الخط، هي كتيبة من المقاتلين العرب المتواجدة على هذا الخط الصد، تم تدميرها بالكامل، وأيضا باشا تدميرها بالكامل، ودخلنا الهرمات الثانية والهرمات الأولى وما تسعى على فرقة الرد السريع 17 تموز. إن شاء الله إن شاء الله يتم تطهيرها بالكامل خلال الأيام المقبلة. حي 17 تموز هو الهدف القادم خلال الأيام المقبلة، لأن داعش
قد راهن على الحفاظ عليه بمواجهة القوات العراقية، وزج التنظيم بما أسماه مقاتلوه المهرة في خط الصد لهذا الحي المهم معنويا لداعش، حيث أطلق عليه تسمية حي الثبات. والآن أصبحت المعارك على أبواب هذا الحي. في الشأن اليمني، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان تخصيص 100 مليون دولار لإعادة إعمار اليمن، بينما وعد البنك الدولي ب 200 مليون دولار. جاء الإعلان في اليوم الأول لاجتماع التعافي وإعادة الإعمار الخاص باليمن الذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة ممثلين عن 50 دولة ومنظمة ومؤسسات مالية دولية. وناقش الاجتماع الأزمة الغذائية وسبل توفير الاحتياجات العاجلة لليمن. من الواضح أن أبو محمد الجولاني هو الهدف الحقيقي لرسالة الظواهر الصوتية الأخيرة، فعلى ما يبدو أن الظواهر ينوي ألا يترك إلا خيارات محدودة للجولاني. ماذا كان يعني الظواهر في الحقيقة وكيف سوف يؤثر ذلك على الجولاني؟ إليكم تحليلنا. جوهر رسالة الظواهر الأخيرة غير قابل للتأويل، فهو وبخ الجولاني على مبادرته إعادة تسمية جبهة النصرة، وكان واضحا بأنه سيقوم بما يلزم حتى يلوي ذراع الجولاني. تأنيب الظواهر للجولاني كان مقصودا ومباشرا للغاية. الرسالة تضمنت صورة الجولاني لمن لا يزال يشكك بأنه الجهة المقصودة في هذه الرسالة. التعبير الصادم من رسالة الظواهر هو دعوته للإصلاح الذاتي، تعليق موجه مباشرة للجولاني بعد تصنع الجولاني تنكره للقاعدة والظواهر، ومن دون أن يعبر عنها بشكل مباشر. الظواهر يقول للجولاني أنت فاشل، وعبر إقحام صورته في التسجيل الصوتي فإن الظواهر يجبر الجولاني علانية على العودة تحت راية القاعدة، سواء كان بموافقة الجولاني أو برفضه. إضافة إلى ذلك، فإن الظواهر يصدر أوامر تتناقض بشكل مباشر مع خطط وأعمال الجولاني، فبينما يحاول الجولاني بسط سلطته على المناطق السورية فإن الظواهر يحث أتباعه على انتهاج حرب العصابات. من الواضح أن الظواهر قد أصيب بخيبة كبيرة نتيجة خيانة الجولاني العلنية، وغروره لم يسمح له باستيعاب فكرة أن حتى المتشددين في سوريا يرفضونه ويرفضون ما يمثله، خصوصا وأن الظواهر قد تفاخر بوجود تنظيم القاعدة في سوريا في مناسبات أخرى. ومن المرجح أن يكون هذا تحذيرا نهائيا للجولاني بأنه إذا استمر في ادعاء تنصله من القاعدة فسوف تكون هناك عواقب وخيمة. كما تظهر هذه الرسالة بوضوح ضعف الظواهر، فإن تنظيمه الآن أضعف من أي وقت مضى، وهو يحاول الآن فرض السيطرة على الفروع التابعة له، وهو غير قادر تماما على التحدث بشكل مباشر، لأن ذلك من شأنه أن يدفع المزيد من أتباعه المتطرفين للتخلي عنه. الظواهر لا يريد أن يحذو الجولاني الطريق الذي سلكه البغدادي. الصراع بين الظواهر وجولاني أصبح الآن صراع غرور، ومن غير المحتمل أن ينتهي ما لم ينتصر أحد الطرفين. في إيران حضانة من نوع خاص، فهي لكبار السن، وهي مكان وفر الراحة والاسترخاء والنشاطات المختلفة للمسنين، وأخذ على عاتقه العناية والإشراف الطبي المتكامل دون دفع أي مبلغ مالي. التفاصيل مشاهدينا مع مراسلتنا علا مسعودي. هذا المكان الغافي بين ثنايا الأشجار هو حضانة من نوع مختلف، يسميه بعض قصديه بيت الجميع، بينما يصفه آخرون بالمحطة الأخيرة التي يستريح فيها قطار تعب من رحلاته. ومع الرياضة الصباحية يبدأ كل شيء. هكذا يبدأ السيد محمد وأصدقاؤه يومهم في هذا المكان، فالتحلي باللياقة البدنية، وفي هذا السن لابد أنه لم ينسيهم مقولة في الحركة بركة. لكن كيف استفادوا من هذه التمارين؟ هؤلاء الرجال كانوا يعانون من مشاكل في القلب والتنفس وآلام في الظهر، والآن وبعد 3 سنوات من التمارين الرياضية تحسنت أحوالهم كثيرا. وبعد النشاط الجسدي يأتي العقلي، فالألعاب هنا غايتها تحفيز الذاكرة لتستمر متوقدة ومحتفظة بذاكرتها وذكرياتها. نحاول الحفاظ على ذاكرتهم، وهذا الرسم يشعرك بعودتهم أطفالا. أطرف ما سمعته في هذا المكان هو اتفاقهم على إجابة واحدة، إذا سئلوا كم هو عمرك فالإجابة تكون 14 عاما. أما الرفقة الطيبة
فيقول عنها محمد: في بداية الأمر لم أكن أرغب بالمجيء إلى هنا، لكنني وجدت صحبة طيبة ومدربين ممتازين. مكان يبدو أنه فتح قريحة البعض وأطرب آخر. أنا لا أجيد القراءة والكتابة، لكن عندما جئت إلى هنا تعلمت الكتابة. وماذا عنك؟ رعاية وفحص يومي للقادمين يقدمها هذا المركز، فضلا عن وجبات طعام، وكل شيء مجانا. نوفر الخدمات لمئتي شخص يوميا، ونعد برامج لهم للتعليم وتنمية القدرات والفحص الطبي والصفوف النفسية والرياضة حتى ينشغلوا بنشاطات دائما. بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي يعود الجميع لمنازلهم، ومن يشاء من كبار السن البقاء يستطيع ذلك، فهذا المركز يمنحهم حرية التصرف كيفما شاءوا، لأنهم يأتون إليه لينسوا هم الداء والدواء ويتمتعوا بالصحبة الطيبة التي ميزت بني البشر والتي يوفرها بعطاء مركز حضانة المسنين. لأخبار الآن، علا مسعودي، مدينة كرج. نشرتنا مستمرة مشاهدين، وفيها بعد فاصل أخير: منظمة الصحة العالمية تحذر حوادث الطرق السبب الأول للوفيات بين الشباب. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نطالع مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية: كل ما نعرفه عن الملح قد يكون خاطئاً. أثبتت دراسة حديثة أجريت على رواد فضاء الروس في ظروف تناسب السفر إلى الفضاء، أثبتت أن تناول كثير من الملح جعلهم أقل عطشاً ولكن أكثر جوعاً إلى حد ما. ونطالع مشاهدينا من صحيفة الغد الأردنية: مسكنات الألم تؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية. كشفت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين تناول جرعات عالية من مسكنات الألم من مضادات الالتهاب غير الستريتروريدية والإصابة بالنوبات القلبية، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن أخطار الإصابة بالنوبات القلبية بين أولئك الذين يتناولون هذه العقاقير تكون أعلى خلال 30 يوما من بدء استخدامها. صحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: ثلث الأدوية الأمريكية تسبب آثار جانبية. كشفت دراسة علمية حديثة أن نحو ثلث الأدوية الأمريكية تتسبب بآثار جانبية لا ترصد إلا بعد تسويقها من قبل الوكالة الأمريكية للأدوية والأغذية. وتعد العلاجات البيولوجية لتحفيز الجهاز المناعي والأدوية من أكثر العقاقير التي قد تكتشف لها آثار جانبية جديدة بعد تسويقها. وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية: مشروع تطوير لقاح مضاد لتسوس أسنان الأطفال. يعتزم أطباء الأسنان في المعهد الأمريكي لأبحاث الأسنان تنفيذ برنامج يهدف إلى استئصال تسوس الأسنان نهائيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أخفقت كل السلطات المسؤولة عن تخفيف آثار المنتجات السكرية خاصة بالنسبة للأطفال، والتي أدت إلى تسوس أسنانهم منذ عام 1970 وحتى يومنا هذا. نعود إلى أخبارنا مشاهدين، وفيها أيضا: قال تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية إن السرعة الزائدة أو غير الملائمة على الطرق تتسبب في ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث السير في أنحاء العالم. ووفقا للمنظمة، تزيد احتمالات وقوع الحوادث عندما يكون السائق ذكرا وشابا. تفاصيل الموضوع في سياق التقرير التالي: حرب تدور على الطرقات، سباق ومزاحمة ومناكفة يروح ضحيتها الملايين حول العالم كل سنة. يؤكد هذا القول تقرير جديد للأمم المتحدة يحذر من تزايد عدد وفيات حوادث السيارات وخاصة بين الشباب، مشيرا إلى أنه السبب الأول للوفيات بين الشباب
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29، وتقدر التكلفة المادية لحوادث الطرق ب3 إلى 5% من الناتج الإجمالي المحلي، وتؤدي إلى وقوع الكثير من الأسر في هاوية الفقر. وتحت شعار احرص على إنقاذ الأرواح هدئ السرعة، تحيي منظمة الصحة العالمية أسبوع الأمم المتحدة العالمية 4 للسلامة على الطرق، وذلك في الفترة بين 18 من أيار مايو. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يلقى أكثر من 1,000,000 شخص حتفهم في حوادث الطرق كل عام، وتفيد الدراسة بأن ما بين 40 إلى 50% من السائقين يقودون بسرعة أكبر من الحد الأقصى المحدد. وأشارت المنظمة إلى أن البلدان التي حققت أكبر قدر من النجاح في تخفيض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق بشكل جذري في العقود الأخيرة هي التي تصدت للمسألة بشكل كلي، ولا تزال العديد من الدول تعتقد أن الوفيات نتيجة حوادث المرور هي الثمن نتيجة التنمية. خبرنا الأخير من عالم الرياضة، إذ بلغ ريال مدريد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بالرغم من خسارته في إياب نصف النهائي أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد بهدف مقابل هدفين لفوزه في ذهاب نصف النهائي ب3 أهداف نظيفة. وبهذا الفوز ضرب ريال مدريد موعدا من العيار الثقيل مع يوفنتوس الإيطالي في النهائي المرتقب الذي سيقام في 3 من شهر تموز يوليو المقبل على ملعب كارديف في ويلز. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. أهالي برزة في دمشق يعلنون تعليق اتفاق الخروج من الحي مع نظام الأسد. ما هي الرسالة التي أراد الظواهر توجيهها للجولاني وهل يمتثل الأخير لها؟ والصليب الأحمر يحذر المدنيون يواجهون خيارات قاسية في الموصل. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. مشاهدينا عود، وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. دائما كونوا معنا.